المنكر ينكر ويبين للناس، ولا يقال دع الخلق يعني يفعلون ما يشاءون خلى الله هو اللي يحاسبهم. لا، أنت ما واجب عليك أنك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتدعو إلى الله. نعم. السلام عليكم. نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وعلى أوسع نطاق مقطع لأغنية راي مدينة الدهم مغني ملاهي جزائري معروف وهو تحت تأثير الخمر، ويبدو أن هذا المغني أخذه حب المال وأخذته الدنيا ولم يبق له من الغناء والاستهزاء بشعائر الله، حين قال أنه سيذهب لأداء العمرة بأموال بيع الخمر. ودعا ناشطون جزائريون من السلطات الأمنية توقيف هذا المغني عريض الحجم ومعاقبتها شد عقاب حتى يعود لوعيه، وتوقيف كل مغني الراي في الجزائر ومحاسبتهم لأننا في بلد عربي مسلم.